حاليا حنا يجري اليوم باش نتواصلوا معكم، اذا كان شي اسئله وشي اجوبه باش تكونوا متواصلين مع المنخرطين ديالنا ونشوفوا الاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم باش نحسنوا المجموعه ديالنا ونحسنوا الموسم الرياضي ديالنا. حاليا ان شاء الله غنبداو بالفقره ديال التسليم الجوائزيه الاولى ومن بعدها غادي الفقره ديال الاسئله واجوبه. الان كنقوموا بواحد النشاط ديال الموسم الرياضي 2020 لحمام السباق، وكنجمعوا واحد الفئه من جميع فئات المجتمع المدني، اي ذوي احتياجات خاصه والاسوياء، وكنجمعوهم في واحد النشاط ثقافي تربوي ديال سباقات الحمام الزاجل اللي تبارك الله المدينه ديال اسفي كتعرف واحد الازدهار في هذه الهوايه. وحاليا حنايا عندنا تبارك الله هذا العام موسم استثنائي اللي كيضم 3500 حمامه باش اول سباق ديالنا ديال سباق صويره أونغا، وكنتمنوا ان المسيره تمشي على هذا المستوى. وحاليا عندنا واحد اللقاء تواصلي اللي كنقوموا به بتسويه الاوضاع مع المنخرطين ديالنا والتواصل معهم لتحسين المستوى الماضي في مواسم مقبله تكون كتعرف واحد الازدهار تبارك الله وزياده في العدد ديال الهوات في المدينه. وحاليا نحن ضمينا واحد الفئه معينه ديال الهوات اللي تقساو من الجمعيات الاخرى، وكوننا هذه الجمعيه باش نضموهم وباش نحاولوا نبعدوا الشباب على طريق الانحراف. والجمعيه ديال الحمام ديال جمعيه النهضه المستفويه ديال الحمام درناها انشطه للدراري ديال مدينه اسفي باش الجمعيه تزيد لقدام، ما يبقاش اسفي يبقى اللور ديما والحمام ديما ينشط مع الدراري ويكونوا الدراري حتى هما ناشطين. وكنشكر هذه الجمعيه على هذه الهديه هذه الجميله جدا، كنشكرهم بجزيل الشكر. وكنقول ان شاء الله نتمنوا هالجمعيه النهضه لسباق الحمام تزيد القدام ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.